ونحيي في ذكرى أبريل نضالات الشعب السوداني في مواجهة الاستبداد والطغيان، ونخص بالتحية المرأة السودانية. كما تعلمون أن تحديات الفترة الانتقالية عديدة، ولكن بإرادة شعبنا وتصميمنا جميعا بإذن الله سنحولها إلى فرص ومكاسب لصالح شعبنا. التحية في ذكرى يوم الاعتصام العظيم الذي كلل بالنجاح ثورة ديسمبر المجيدة في تلاحم ما بين الشعب وقواته المسلحة. أولا نشكر دولة قطر على الدعوة وحفاوة الاستقبال، فقد لمسنا الوضوح والصراحة والرغبة في بناء علاقات جادة ومسؤولة تحكمها المصالح المشتركة والوشائج التاريخية وتميزها على المستوى الشعبي قبل الرسمي. وفي ذات الإطار نرحب وندعم المصالحات بين الدول العربية، ونعتقد أن قطر دولة مهمة في المنطقة ولها أدوار أساسية في المنطقة. والتحية مرة أخرى للجالية السودانية التي هي من الجاليات المتميزة على امتداد العالم. في الدوحة بحثنا القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، خاصة الاقتصادية والتعاونية والاستثمارية والتكنولوجية، وحتى قضايا دعم الرياضة في السودان والعديد من القضايا والهموم المشتركة. قدمنا لهم سودان الثورة، سودان الكرامة، السودان الذي نستحق، والنضالات العظيمة للشباب والنساء، وشرحنا لهم الفرص الواسعة التي يمتلكها السودان والدور الذي يضلع به في المنطقة وتميزه بإنسانه وموارده وتنوعه وطبيعته. في ظل تحديات أساسية على رأسها الوضع الاقتصادي وتركة النظام السابق والمهددات الأمنية والموقف في الحدود مع إثيوبيا وسد النهضة، وعددنا بوضوح الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرا والسياسات والإجراءات التي من شأنها تذليل كافة الصعوبات أمام الاستثمار والتبادل التجاري. أيضا قدمنا شكرا قويا وشكرا كبيرا للدور الذي ظلت تلعبه قطر في الشأن السوداني، خاصة في السلام والدعم الكبير الذي قامت به قطر العام الماضي تحت شعار سلامة السودان في إبان الفيضانات، والدعم الكبير أيضا في جائحة الكورونا، والذي أيضا يتجدد اليوم بقوة وصورة أساسية. رحب الجانب القطري بالزيارة ترحابا وحفاوة لمسنا فيها الأخوة، ولمسنا فيها التواصل والفهم المشترك لكثير من قضايانا، ومتابعة حثيثة للتغييرات التي في السودان. كما أبدى سمو الأمير بصورة واضحة احترامه الكبير لخيارات الشعب السوداني وتفهمه لها ومتابعته الحثيثة لها، وحي الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية وفرص نجاح الشراكة الانتقالية المدنية والعسكرية، وأكدوا على رغبتهم في الاستثمار في السودان ومساندتهم للحكومة الانتقالية. أقول بكل ثقة بأن الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس، ووضعت العلاقات السودانية القطرية في مسارها الصحيح، وستكون فاتحة خير بإذن الله للبلدين. ثانياً، الحكومة الانتقالية تعمل بجدية وتناغم تام في مجلس الشركاء والمجلس السيادي ومجلس الوزراء وفق برنامج وأولويات الفترة الانتقالية في السلام والأمن والإصلاح الاقتصادي وتوفير الأمن وقضايا الانتقال والعلاقات الخارجية. وخلال الفترة القليلة الماضية كما شاهدتم حركة داخلية واسعة وكذلك حركة خارجية واسعة، كلها ذات نتائج مبشرة وواعدة. ستتواصل الجهود في أولويات الانتقال حتى نحقق أهداف الانتقال ومقاصد الثورة. نعم، أمامنا قضايا شائكة مثل قضايا الحدود مع دول الجوار، ومسألة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، وهذه قضايا أمن قومي لا تهاون فيها البتة. السودان قدم مبادرات وحلول ومقترحات في سبيل الحل عبر الحوار والتفاوض، وما زلنا نأمل في التوصل إلى حلول كسبية تقوم على التعاون المشترك.
في كينشاسا قدمنا كل ما من شأنه نجاح المفاوضات بإقرار منهجية تفاوضية منتجة وفاعلة، ولكن تعنت الجانب الإثيوبي بعدما قلنا نشكل وساطة برئاسة الاتحاد الأفريقي تنازلنا لشكل تسهيل وأيضا لشكل مساعدة في التوصل لاتفاق، وأيضا توصلنا أن يكون الرئيس تشيسيكيدي هو رئيس والقائم على الأمر، وأن له أن يستعمل ما يشاء من موارد على أن تتم الاتفاقية خلال 8 أسابيع. ولكن إصرار الجانب الإثيوبي على ملء السد بصورة أحادية يضعنا أمام اتخاذ كافة الخيارات التي تحفظ أمننا القومي، لذلك على كل أهل السودان أخذ الأمر مأخذ الجد والتفاعل الوطني مع هذه القضية العادلة، والوسائل التي نتبعها في هذا الأمر هي وسائل سلمية تقوم على التصعيد السياسي وأيضا على العمل الدبلوماسي الدؤوب والتعبئة الشعبية السودانية الداخلية. ثالثا، التزمنا في كل مواثيقنا على بناء علاقات وسياسة خارجية متوازنة تحقق الاستقلالية والمصالح المشتركة وتعيد الصورة الوضاء للسودان في المحافل الدولية والإقليمية. سياسة خارجية تحول علاقات السودان الخارجية من حالة الركود والملاحقة الدولية في ظل النظام البائد إلى رحاب المبادرة والدور المحوري للسودان إقليميا ودوليا. سياسة خارجية تبشر بسودان الحرية والسلام والعدالة وإقامة علاقات تعبر عن سودان الثورة. سياسة خارجية منفتحة على كل دول العالم يحكمها المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة. هذا التوجه العام لسياستنا الخارجية. ختاما، أؤكد بأن السيد رئيس مجلس السيادة خلال هذه الزيارة وضع لبنات مهمة لعلاقات سودانية قطرية سيكون لها ما بعدها إن شاء الله، وهناك التزام بأن تتواصل كل الاتفاقيات الثنائية ويتم تفعيلها، وأيضا تكوين لجنة عليا برئاسة ووزراء رؤساء الوزراء في الدولتين. والله الموفق.